يغفر الله جل وعلا له. فيتحقق في هذين قول الملائكة: سبحانك اللهم وبحمدك لك الحمد على حلمك بعد علمك، سبحانك اللهم وبحمدك لك الحمد على عفوك بعد قدرتك. فأنت إن رأيت في الأخبار أو حتى بعينك من تراه يفجر في المعاصي لا تتعجب من فجوره، بل ازدد يقينا بعظيم حلم الله أن الله يطعمه ويصلي. ومهما رأيت من أحد بلغ ذنبا ثم مات، مهما بلغت معصيته، ما دام لم يشرك بالله شيئا فهو تحت المشيئة، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه.